السلام عليكم المشاهدين ديالي، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. كيف ما راكم تشوفوا هنا عندي الخبز. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الوصفه ديال الخبز، يعني الطريقه ديالي ديال العجين باش كيجي الخبز بحال هكا مشفنج ورطب وزوين وتحت طلب واحد المتتبعه ديالي. وخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه. هنا عندي الدقيق ديال الفورص هو اللي عندي، يعني ما نخلط معاه حتى حاجه اللي غربلته من قبل، يعني نتوما عينكم ميزانكم على حساب الخبز اللي بغيت ديروه، ممكن لكم تكثروا او تقلوا. وغادي نحتاج معاه هنا عندي الخميره وعندي الملح، شويه ديال الملح شويه ديال السكر سنيده. ضروري هاد الدقيق ديال هنا ديال اسبانيا ضروري خاص نديرو ليه شويه السنيده باش يحمر، الا ما درناش ليه السنيده ما كيحمرش عندنا الخبز. هنايا ضروري واحد المعلقه كبيره ديال السنيده، وممكن لكم الا بغيتو تستغناو عليها تستغناو ماشي مشكله، انا كنهضر غير على حساب هنا الدقيق ديال هنا. وهنا عندي الماء اللي دافي، ضروري الماء يكون يعني ما سخونش بزاف وما بارش، يكون دافي. وخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال العجين. Thank you.
الناس يعجبهم الخبز ديالي تيقول لي اش راكي ديري فيه واش راكي تعجنيه بالماكينه تنقول لهم انا راه ما كنعجن لا بالماكينه لا والو غير بايدي حتى تعطيه الدليك مزيان كيف ما شفتوا في الاول ديال الفيديو دليكته مزيان وتنقصح العجينه من الاول باش الا جريتوها من الاول ما كتعطيكمش فرصه باش تدوكوها تولي لكم يعني ما كتسيبوش كيتحكموا فيها من الاحسن من الاحسن تصفوا العجينه وبقاو تدفعوا ليها شويه بشويه ما حتى تطلق شويه في يديكم الماء والدليك وتبقاو تدلكوا فيها مزيان انا الملحه ما كنديرهاش في الاول حتى تنجمع العجينه عاد كنديرها ودابا غادي نرشها بشويه ديال الدقيق ونغطيها بهذا المنديل ونخليها تخبز هانتوما البنات ملي تولي العجينه بحال هكا خارج ليها هذا النبيل الصغير هذا ها يعني راه مدلوكه على حقها وطريقها دابا غادي نرشها بشويه ديال الدقيق ونخليها ترتاح واحد نص ساعه او 45 دقيقه عاد نتلاقاو ثاني باش يعني باش نقرصها وخليكم معايا البنات هذه هي العجينه من بعد ما خمرات ضعف الحجم ديالها غادي نقرصها ان شاء الله هنا عندي السميده وعندي النخاله اللي مطرونه وشويه ديال البلبوله هادشي خلطته كامل هو باش غادي نقرص ان شاء الله هاد العجينه يمكن لكم نتوما ديروا غير السميده ولا ديروا غير النخاله ولا هذه البلبوله انا خلطتهم بثلاثه السميده الغليظه البلبوله والنخاله اللي مطرونه هنا عندي شويه ديال الماء باش نفزق يديا باش ما تلصقش لي العجينه بسم الله ضروري تجمعوها هكا باش يحيد داك الهواء اللي فيها كتجي تبارك الله خفيفه غير تبعوا الطريقه اللي درت وغادي يجيكم ان شاء الله الخبز ديالي غندير الخبز الصغير ما غنديرش خبز كبير انا غنطلعو نيشان في الطاوه وندخلها نيشان للفران هاد الطبسيل هنا حاطاه ينقص منه شويه ديال العجينه غندير بها ان شاء الله واحد الاكله اللي غادي نشاركها معكم حتى هي ان شاء الله في فيديو انا البنات كندير ليهم بحال هك حتى الاخر عاد كنلولبهم يعني باش ناخذ القياس يجيو كاملين في نفس الحجم ضروري كندير ليهم بحال هكا في الاول خبز ملالي 100% تحت الطلب ديال واحد المتتبعه ديالي ما كنعرفهاش غير خلات لي واحد النهار في التعاليق شافت الخبز وقالت لي عافاك شاركي معنا العجينه ديال هذا الخبز راه عجبني قلت لها ان شاء الله يكون عندي الوقت غادي نشارك معكم العجينه لان بزاف ديال الناس كيعجبهم الخبز ديالي وتيبغيو يعرفوا الطريقه كل مره يقولوا لي واش راكي تعجني بالماكينه واش يعني كيعجنوا بيديهم بالماكينه ما كيطلعش لهم الخبز بحال هذا وقلت لهم ان شاء الله عين سليم من الخدمه وغادي ندير لكم شي فيديو الخبز اما غادي نشارك معكم مع المشاهدين ديالي ان شاء الله الانواع ديال الخبز غادي نشاركهم معكم
هذه غنخليها هنا. هذا هو الخبز البنات من بعد ما خليته خمر وطيبته، جا بحال هكا زوين، جا مشف نجم الداخل وجرطب. غير تبعوا الطريقه اللي درت وغادي يجيكم الخبز بحال هكا. ونتمنى المتتبعه ديالي الى شافت هذا الفيديو تخلي لي تعليق باش نعرف بلي راه يعني شافته، لان مده هذه باش طلبتها مني وعاد لبيت ليها الطلب ديالها وكنقول لها سمحي لي بزاف. وشكرا كاع اللي التحق بنا في القناه، مرحبا بكم كاملين عند الملاليه في الغربه. وشكرا لكم على لي لايك ديالكم، على التعاليق ديالكم الزوينه. وكيف ما العاده البساطه مع الملاليه، كندير لكم غير الحوايج ساهلين. وكنشكركم بزاف وبالسلامه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد في القناه. ودمتم في رعايه الله وحفظه.